يقول أهالي مدينة الصدر إن مدينتهم لا تذكرها الحكومة ولا أحزابها في الخدمات إلا في أيام الانتخابات، ويؤكد الأهالي أن معاناة مدينة الصدر لا تقتصر على تردي الواقع الصحي والخدمي، بل إن هناك عصابات ومافيات، وإن الأمن شبه مفقود حيث تتصاعد عمليات السلب والسرقة. وهناك مشكلة أخرى يعاني منها سكان المدينة، وهي تهديد الحكومة لهم بإزالة مساكنهم بحجة أنها عشوائية، وهناك خوف وقلق من أن يكون مصيرهم التشرد والضياع في وطن لا يملكون فيه شبراً واحداً. كاميرا برنامج مع الناس تجولت في بعض قطاعات مدينة الصدر في بغداد، ونقلت آراء الناس حول المشاكل التي يواجهونها. مرينا بظروف ما مر انسان، والناس تعبت، حالتها كلش تعبت، خصا مدينة الصدر. عندنا شباب والله الكريم يعني تريد بكل امور تجيب خبزة لعائلتها ما تقدر، كل امور، هذا بتكتيك، هذا بغسيل، هذا مدروين، هذا بكل امور طبت ما قدرت تجيب العيشة، والعيشة هي كلها اجور يومي او 10,000 أو 10 أو 15 ألف، ما يكثر هذا الشيء، صح لو لا؟ مرت العالم إلى تجاوز، يقتلون، يأخذون أبو التكتك، كتلوه ذبوه وأخذوا التكتك من عده. من الحكي؟ من القال؟ أنا ستوت بالباب، كسروا الزناجيل مالتها وباقوها وراحوا، قعدت الصبح ما لقيتها فدوة، سالم أنا فدوة، بس تعال إحنا مرينا بظرف كلش تعبان. من القال خطية؟ من القال شو؟ بس بالانتخابات ما شاء الله الباشات كل من يطلع صيته، هذه يدق صورته ويسوي نفسه أفضل من غيره، صح لو لا؟ لعد أنت ذيك السنين شنو خدمتك اللي قدمته؟ صح لو لا؟ ماكو، كل من يصير أنا أبو القانون وأنا سيد وأنا ما أدري شنو، هاي ما فادتنا العالم، مستحيل. إحنا نريد ناس قدمنا خدمة، تعبنا، حتى الحكي الذي حكيناه تعب، تعبت انفسنا، تعبت، فهمني شلون؟ تعبت. منين ما نجيبها ناس كبار اقعد وياها احكي ما استفاد من يمها كلام، ناس كبار على مستوى، تفتهمني بن عمي؟ ناس على مستوى جاي نحكي وياها ما نستفاد من عندها كلام، بالعكس تاخذ الكلام منك تحطه بجيبه، يختار اللي يفيده ياخذه، واللي ما يفيده يذبه بالزباله. واحنا صفينا هاي شبابنا هيك فشل، الله شاهد، واللي يتزوج بالعراق فاشل، انا متوقع اللي يتزوج بالعراق فاشل، مستحيل اللي يظل طير يجوز يشيل نفسه بس عيشة يومه، بس اذا كثرت عنده طفل او طفلين شلون يدبر حياته؟ شلون يدبر حياته؟ ها؟ وكلها محاربتك، ويا هل وقف على الحق؟ شو يشوفون الحق امامهم يدوسونه برجلهم ويطلعون قبل، ليش عمي؟ شنو احنا مو عراقيين يجيب لي بنقلاقش ما ادري منين وتارسه بغسل وتشحيم وتارس لي بشركات وهاي الشباب ظله جدي شيء ما ادري شنو، ما حد يحكي، كلها ساكته، واليامه السكوت ما نعرف، كلوا حتى دمنا سحبوا، ايش يردون بعد؟ يا هل ما بي سكر، يا هل ما بي ضغط، ماساه. اشوف حشاكل مو خوش، ادم داس على ظهرك وصعد، كاف. احنا نريد نباع على حالنا. اليوم انت شاب ما يقدر يسافر، طلع من هالسنين هاي يريد يكون نفسه، فاريد اروح الغير بلد، صدق لولا اتونس، احس بنفسي عراقاني، صح لولا؟ صدق لولا؟ ليش احنا هذا التدمير؟ دمار عندنا، دمار، وما حد يحس بالشاب. اليوم انت الشاب ساكتين عن حقه ودايسين حقه بالقندره حش الحضر، كافي كافي. Yeah.
والله هي مو بس هذه المنطقة، العراق عامة، كلها تشكل محافظات. المحافظات كلها تشكي من هاي الوضعية، هاي الوضعية تردي. هو يسكت لك، أنت تتجاوز، يباوع عليك من تكمل، يجي عليك، أما يريد فلوسه ما يفلشك. فأكو بديل، هسه بالنسبة لهاي المنطقة، أنا يعني قبال هاي المنطقة، كلهم أهلنا هنا. هو بالنسبة له أنت من تجي تفلشه ها وتعطيه إنذار، وهذه المنطقة عشوائية، أنت عندك بديل؟ البديل إنسان عنده بديل، هسه واحد من ولده يوميا قاعد بالشارع. غير يسوي له مكان، يسوي له غرفة، يسوي له مكان، هاي قاعدة الحياة. غير اكو بديل، بديل ما عندك. فهذا الواقع بالمنطقة، هذول جماعتنا. هذا ما عنده، يتلفت شاف قعفارة قاعد بيها. من قعفارة هم دعم، يعطيك مي العفو، ويعطيك كهرباء، يسحب لك شطر كهرباء، هم الدولة نفسهم مسؤولين. يسحب لك وبعدين يحاسبك. فهذا واحد إذا مخافة الله ماكو يفعل ما يشاء. مخافة الله أسوي له بديل شقق سكنية مثل ما بنيته بس ماية بناها الإنسان شريف كل حاربته بس ماية أبني لهم شقق سكنية وأجي عليهم أقول لهم أي بديل. ما عنده بديل هو مو عراقي، ناس تعتبر ضال عن خط الله ومو وطني. انتم لا تطلعون حجج بالقانون، جايب لي جيش هنا نفير مال جيش يسوي له يجيب له مدرعات يجيب له، عيب. مواطن عراقي عندك بديل، من عندك بديل حتى الله يرضى عليك، هي مو فرصة الحياة، كلكم للموت رايحين، فالبديل الله يرضى به. فهذا المكان العشوائي خدمات ما بيه، زعلانين عليهم، ما يطب له ابو تكرمه بالتنظيف، ما يطب له، زعلان علينا عشوائي. انت عشوائي ليش خليته عشوائي؟ اعطيه حقه، اعطيه حقه، تعال جيب جناسيك، جيب مستمسكاتك الأربعة، مستمسكاتك الأربعة، أنت ليش جيت هنا؟ ليش هنا قاعد؟ اعطيه بديل، بديل. إذا ماكو بديل أنتم كفرتوا، أنتم كفرتوا، ودعاوا الناس ترى، ودعاوا الأيتام، ودعاوا الشعب عليكم، هي الدنيا ما توقع بها توقع. فضربات الله، أما ضربة واحد يجيك من برا يعاقبك. بالنسبة للبطاقة التموينية، البطاقة التموينية بصورة عامة المواطن ما جاي يستفاد من يمها، لأن جاي تجي متقطعة، التمن يجي واحد، الزيت يجي واحد، الطحين يجي واحد، زين، وهكي جاي يعاني من يمها المواطن. الوزير ما له علاقة قاعد على كرسية، البرلمان ما له علاقة قاعد على كرسية، ويالي واقع بها، واقع بها المواطن الضعيف، المواطن لا حول ولا قوة، زين، كائن حي ما حد بحاله، زين، ومن توصل الانتخابات كلها تدقدق البيبان، تعالوا بس انتخبونه، انتخبونه، وصلوا صوتنا، ومن ياخذ صوتك بعد ما يعرفك، هذا ياهو البرلماني أو الوزير أو زين، من يقعد على كرسية بعد لا عرف المواطن ولا عرف أي شخص منه، زين، ومن توصل يعني هي هاي الواقع الحالي الماشي عندنا، زين، واقع الحال. قصة التموينية قبل احنا نقول صدام حسين خليه يولي، صدام حسين انذال بشار طاغي هذا، بس كانت ذاك الوقت الحصة التموينية تجي كاملة بيها زيت او العفو بيها صابون وبيها مسحوقات وبيها تايت وبيها شغلات، زين، هسه متقطع المواطن اجب بد ما جاي يستفاد منها، زين، واقع حال، زين، شغلة البطالة. البطالة عامة، البطالة عامة، جاي يصير قتل وتسليب شوارع وشغلات هاي، ليش؟ زين، بطالة، من البطالين شغل ماكو، البشري يضطر يسوي غير شغلات، زين، تعيينات ماكو، تعيينات إلا بفلوس دفاتر، تدفع فلوس دفاتر الله تعين، زين، سرقات كثرت، قتل، تسليب، كل شيء موجود، زين.
اهلا وسهلا بكم في مدينه الصدر. احنا عندنا هنا الخدمات ماكو خدمات مدينه الصدر. ليش ماكو خدمات؟ ماكو يجيك مسؤول عود على خدمات وهاي. من تجي الانتخابات انا بخدمتك وانا اذب لك سبويس وانا اسوي لك شيء، مو هي كلها كلاوات. هسه الموازنه قروها، الموازنه قروها. هسه هذه الاحزاب تاخذ الفلوس هاي، تبوا قاعد بالفلوس، هم يدير بها على المواطن. المواطن لا شغل عندهم، شباب عاطله من العمل، خدمات ماكو، كهرباء تروح بالكهرباء يقول والله جيبوا له وايرات. لا احنا مو عراقيين، شلون نجيب لك هاي منطقه حوالي 4500 بيت. ها؟ قطع صفر، يقول لك والله جيب له وايرات 250 متر، منين اجيب لك 250؟ لو اجيب لي محوله اروح اشتري، منين اجيب لك محوله الان؟ البطاله هي الدوله ماكو تعيينات، شغل ماكو، عشان ما تصير بطاله. يصير تسليب، يصير كشبوك، عصابات. ها المسؤول يحكي والله. ليش انت المسؤول ليش نايم؟ ابنك وابن اخوك وعمامك مخليها بفلوس تعين العالم، فد العطاله بطاله وين تروح؟ وين تروح العالم؟ ما حصه توميه نعمه؟ لا نعمه. تجيك حاجه وحده باو عيني، تجيك حاجه وحده وكل نفر 1000 دينار 1000 ونص وبراها نفس الحاله. ما يصير هاي فساد، اكو فساد بالبلد وكلهم. اي شارع الصيانه، شارع الصيانه، انت تعطب على البيوت الدرابين، السواد سادينها ماكو خدمات، نقر موجوده، تبليط ماكو، الزباله قاعد تشوفها، هاي الزباله قاعد تشوفها ماكو. يطلع لك المسؤول انا احكي وزين، هو هذا يشتغل بالامانه لحد الان راتب ماكو. اي ماكو، هاي سيارته هسون حد ماكو. احكي شويه وانا اشكركم حبيبي مشكور. بالنسبة أنا سايق بمات العاصمة، عندي سيارة خاصة مالتي، خلونا الجهاز هذا البي اس ما يسموه، الشيله يمنا من التمر، وين التمر الصحي؟ يعني من الشهر الواحد لحد هاي الساعة اليوم، يا شهر ايش قد يعني بالشهر اليوم؟ اسبوع 12 ما مستلم راتب الدائرة مالتي اللي أنا اللي أشتغل بها، لا من المقاول ولا من المدراء عامة ولا من غيرها. زين هاي ثانيا احنا اللي نشتغل يعني الما للدوله لو مو للدوله، من حقي انا اشتغل بجور يومي، اذا ما يطول لا ما عندي عقد. انا سيارتي حلال يعني، بدي اشتغل بامات العاصمه وياي حوالي 60 سياره، 60 سياره يراد لها غاز وبنزين وبنشر وغيره، وماكو صرفيات لحد هسه ماكو. زين شو راح تشتغل اذا تقول يعني امانه العاصمه تشتغل او المقاول يشتغل، اذا ما يعطونا فلوس شو راح تشتغل؟ يصير عندنا تلكو. تلكو بيمن تقول بالاقسام، ابو القسم ما عنده كادر في مبلغ يعني مال مبلغ فلوس مال الغاز والغيره، شو يسوي؟ راح ينطر يقعد، من راح يقعد راح شو يصير؟ يصير عندك خلل بالعمل مالك. فما اللي عرف المسؤول من الامينه هسه الموجوده هي حاليا او من مدراء الاقسام او من المدير العام، ما حد واقع بها، بس اللي المسؤول احنا اهل العمل اللي يشتغل بها، يخلونهم مقاول. المقاول ما يعطي مبلغ لحد ما يستلم، يحصل له بالدرب من عندنا 10000 دينار. ال 10000 لو هو المدير اذا يفكر يبطل المقاول، يخلي ال 10000 يخلي بها عمل مباشر ويا العالم، بس ماكو كلها تلغف. انت ليش بالدلاقش؟ هاي الشباب القاعده يعني 10000 دينار تقول يبقى له 4 ساعات، ما احسن من ما يفتر بالشارع؟ ليش بنقلادش؟ شباب انت قاعد عندك شب ويشتغلون، هسه طيمك ناس ينظف لك بدون مبلغ. يعني احسن من البندلاقش ما يسموه، لو العراقي احسن. بس هو عملك يقول لي هي وين الفلوس؟ يقول وينهن؟ وين الفلوس؟ امانه العاصمه بالديوان انا من العالم اعرف كم مدير عام يعطي للديوان حوالي 3 مليارات بس من المحلات. بس من المحلات هاي الله شاهد، انا اثاقب على حكايتي وطلع لي بالتلفزيون وانا اعرفها. اكو كم مدير عام يعطي للديوان حوالي 3 مليارات من المحلات، يعني كل محل ياخذ من عنده 10000 دينار. على الفقير شنو الفقير يعني؟ الى الله.
انا قاعد اشتغل على هاي سيارتي انا هذه السيارة سوني حليت يعني الشهر الثالث ما مطيني راتب انا شو اسوي انطر اقعد انطر اقعد راح يصير مو بس انا عندي 70 سيارة وياي فهو الخلل وين اما بالديوان واما بالايام المدراء العامة ما زفت الوضع مدهور الكتل صاير فلسين لا دولة ولا قانون ولا كل شيء ماكو لا عندنا لا قانون ولا دولة يكتله وقال له روح للعشائر زين دولة شنو نفع الدولة جاية المن جاية المن جاية الدولة غير تحمي المواطن غير تحمي الفقير هم مذبل العشائر يقول لك انا هم مالتي الدولة موجودة هي تاخذ ثارة وكل شيء ماكو زين التبليط مال الشوارع او الفروع على العلاقات عندك علاقة يبلطوا لك ما عندك علاقة يقول لك روح يخلي بابك حتى لو اللي جاي زفت وهاي وضعية الدولة هذا الوليد هذا يتيم ها هنا بالرعاية قطعة وراتبة ما يطونه ما ليش ما أعرف صار سنة وشوية قاطع الراتبة وهو يتيم الرعاية يكون ترعى اليتيم احنا تابعين الى مصرف الرشيد مصرف الرشيد ما قاعد يعطينا سلف يا ليش ما نعطينا سلف قال بس الرافدين يصرف يا احنا دوله غير دوله واحده وقاعد نصرف كل احنا قال لا احنا نعطيكم واحد ونص واحد ونص عيني وريد كفيل مدني زين كفيل مدني على واحد ونص من يكف لك ما حد يكف لك صح ولا واحد ونص فاحنا وين نروح هسه فرصه هسه احنا فرصة سعيدة التقينا بكم مع تحياتنا لكم ان شاء الله. اريد انا اشد السلطات يقول ليش الشكل هذا يعني احنا شنو ذنبنا؟ يعني هاي المصارف قاعد تصرف خلال اسبوع يطول 3 ملايين واحنا بقينا كل تابعين مصرف الرشيد. على متابعة. ما عندي كل سلامتكم ان شاء الله طيبة. حبيبي. حصة كل شيء ماكو. كذلك الله كله بوق وبوق. تم نشتري السكر هاي كلها على حسابنا زين احنا والله احنا نقدر ندبرها بس ما عاد شلون يبوق لو يقتن الا بيسالف يعني حتى الله ما يرضى هاي قصة صارت 14 سنة كل شيء ما شفنا بوق كتل سلب يعني شنو حتى الله ما يرضاها والله المنطقة شوارع هاي مجاري هاي مثلا مجاري خدمات ماكو خدمات ماكو كل شيء ماكو بوك سلب امان ماكو عم بس الامان نريد كل شيء ما نريد عسى عم خلي يجينا يهودي بس يحكم عدل عادي شنو الفائده عمامه بس هو حرامي نشار شنو يعني كل شيء ما نريد عم بس الامان وكل شيء ما نريد الله وكيلك محمد كفيلك وتحياتي قضيه شغله العمل امان ماكو ايابه وصدق هاي الانتخابات راح تجي راح يغير كريم اكو يطلع عفوا بالتلفزيون يقول انا انتخب جورج يطلع لي محمد يا عمي والله اذونا تبعونا كل شيء محصلين من وراهم الله شاهد زين كل قشمريات بقشمريات بقشمريات طيب احكي لنا على الوضع الاقتصادي الوضع الاقتصادي عمي شوف بدي احكي لك انا عندي ولدي عتب محلات والله ما يطلعون فلوس الاجارات اجارات غاليه ما تطلعوها خوب البطاله بالالاف بالملايين يا يابا شو تسوي لهم؟ الانسان اذا ما يخلي الله قدام عينه ويخلي ضميره ويشتغل يخدم هذا الشعب بالقران ما يتوفقون زين وتاليها ما تاليها قول احكي هذاك الرجال خيرهم يروح يتعالج بالخارج
ايه. هو مدينة يا معود أول ما جوي معلبات وحصاص أيابة وبنعمة فضيلة آخر شهاج قصر 14 سنة هذول كلهم مدينة الصدر ما تقول ليش عمروا بيها الطين يلا قول لي فلان شي عمر دور الحشر اسمع الأوساخ زادت علينا الأوساخ زادت كل شي ما سوى الله شاهد كل شي ما سوى وضع مدري اوه ما تحكي لنا على هذا الموضوع ايش احكي لك؟ نفايا ايش احكي لك؟ هذا الشارع الباحه جت هذا الشارع غرقان له لا ماي، اليوم جايب لي سياره تشط الماي، اليوم بعد لي هسه هذا الشارع. هاي لو شوف من هاي بالصيف شلون دول العالم تعيش؟ الاوساخ والماي والدنيا يا يابا من القناه للبنزين خانه منظفين اثنين يعني بكان ما يشغل له فد 10 وبطاله مكثوره ليش ما تشغلوا لكم فد 10 15 واحد من القناه البنزين خانه بس اثنين شو يصيرون ذول الاثنين شو يصيرون هاي وحده ثانيه من ناحيه الانتخابات ترى الانتخابات احكيك اياها بصراحه نص المدينه ما تروح تنتخب تدري ليش تعرف ليش استاذ ما تروح تنتخب لان هم راح يجون يكذبون علينا وكذبوا علينا قبلهم وكذبوا علينا قبلهم وكذبوا علينا هاي ثلاث مرات شنو سوينا؟ يا يجي قال لك راح اسوي لك الشارع ذهب، راح نعطيك الغذايه، صدام حسين كان حتى الموسي يعطينا مال حلاقه. اي والله. صدام حسين احنا هسه ما نحبه. صدام حسين كان حتى الموسي الحلاقه يدز لنا الحصه. هسه وين الحصه؟ شهرين بطلين زيت، ثلاث شهور نص قوني طحين، اربع شهور 10 كيلو 5 كيلو تمن، هذا حصه هي هاي عزيزي، قطعوها فد قطعوها. ثانيا من ناحيه الانتخابات ترى انا احكي اعطيك كلام ثقه، ما حد يروح ينتخب فوق النص. أنا أول ناس ما راح أنتخب. يعني أنا من الناس ما أنتخب. وجاك وقال لك يا أبا بعمر الحوزة احنا رحنا ذيك المرة أبو سامي ليش رحنا ذيك المرة؟ لأن السيد أعطى بها فتوى على الانتخابات. انتخب ولا أصلح. الأصلح فرحنا احنا على كلام السيد بس هسه بعد لا ما كنت راماتك للسيد مع احتراماتي بعد ما نروح لان السيد مو ما يعلم بقلهم هم عرفهم نعم نعم طيب يعني انطاهم ثقه وما يا زين احنا هسه ما نعرف يلا نعرف من يلا اجونا هذول الوجوه هسه نفس الوجوه هم راح ينتخبون مو نفس الشيء فلان بفلان احنا على 5 كيلوات تمن عم يقطعوهم بطلين زيت هم يقطعوهم بطاله زادت ليش يصير جرائم العزيز اخي العزيز جرائم ليش يصير قاعد بطاله شاب يريد ملبس يريد اي شيء يريد فهذا بالليل يجرم يلزمك يجرم بيك يلزمني يجرم بيه فيوكو عمل ملهي يوكو عمل ملهي عمل ملهي ما يبوك ما يجرم شبعان يجي من البيت من الشغل ماله يرتاح بالبيت ينام هسه هو شي ينام هسه ما يفكر بجيبه فارغ شو وقت يفكر يكسر له محل شو وقت يجرم له باحد هذا كله نتائج هالبطاله يعني انتم عايشين بنعيم وهاي العالم يعني وين الشغل تعال تفضل اطلع المساطر اطلع للشارع شوف العمل وين اكو عمل ماكو عمل ماكو انا صار 8 اشهر قاعد وقاعد بايجار مو بس احكي لك عن نفسي انا احكي لك عن كل مواطن عراقي كله انا ما داعي لك نفسي وهاي الجرائم بدها تصير يا اخي شوف انت بالليل تطلع شوف هذا يجرم هذا يبوك هذا يكسر محل شنو سببها؟ سببها نتائج ماكو شيء تلهي راح تجي شركات من الخارج تشتغل العراقي قاعد يباوع عليهم يصور بيهم يعني احنا بصوره عامه نحكي هسه على البطاله بصوره عامه على مستوى العراق عامه هسه اكثر الشباب الخريجين والهذي ثلاث ارباعهم ما متعين كله بصوره عامه ماكو فشو نصير البطالة إذا تعين ماكو شو نصير البطالة فأكيد يصير بطالة لأن أنا مثل الخريجين بصورة عامة ثلاثة أرباعهم قاعدين على الطالة بطالة خطية فيخلص شهادته ويتعب وما يتعين فش يسوي يضطر يعني أكو أمور يتقدم لها أو يسوي شغلات شنو ما تلقوا مستوى بصورة عامة زين هذا واحد اثنين إحنا نحكي بصورة عامة نحكي عن النظافة ونحكي عن الخدمات وهذه بالنسبة للمدينة نحكي لك بصورة عامة صفر ما بيها خدمات واي واحد اي مرشح يجي للانتخابات بصوره عامه للمدينه هذه من يجي يشوفها يعني كانه ما يصير هو بس من تجي للواقع من يصير ينتخب ويصير ياخذ له منصب ماكو كل هاي ما موجود وجربناهم اكثر من واحد واثنين وثلاثه فهسه احنا بصوره عامه بالنسبه لنا كانتخابات بصوره عامه احنا ثلاثة اربعة ما ننتخب من احنا انا بنحكي على نفسي بالنسبه بس انا متاكد 100% هي الخدمات ابن عمي احنا هسه عايشين بهذا الوضع فكل انسان محتاسه
خدمات تجي للنظافه، تجي للكهرباء، البنى التحتيه زين، هسه تجي ابسط شيء للحصه التموينيه، هي هو الانسان اللي محتاسه. والله هسه انا عندي بالنسبه لي اخوي وكيل مال مواد غذائيه. الله شاهد على شيلك، لا تملق الوكلاء ولا هذه. فتجي تباوع على الحصه التموينيه، فاسئله قلت له شو كل شهرين يلا تجي، وما تجي كامله، ما الشهر الفلاني. زين فالناس ايش تجي للمواطن من يجي يستلم الحصه من تقول له قال له لا انت اخذت الحصه، يابا قال له مو صار شهرين ما جايه، مو بيدي يعني. قال له مو انا ادفع فلوس وهذه وما قاعد تجي كامله، فشو يسوي اضطر يحكي على الوكيل. يقول الوكيل اي هو الوكيل ما له علاقه، بس انت غير كل المقابلك يعرف هالموضوع هذا. اي فهاي واحده من المشاكل. اثنين ترجع للخدمات، باع عليها ما شاء الله الزباله الشغلات كذا حشاك النفايات ترس الشارع، التنظيف مو درجه اولى، فايش تسوي؟ المجاري سويناها على حسابنا، من كل بيت جمعوا 300 سوينا المجاري، والحد هنا المجاري كلها مسدده من التراب لان المنطقه ما مبلطه. هسا هاي هنا المجاري مالتنا كلها مسدوده، المنهول المي طافح، مستشفى هنا ما عندنا، مدرسه ما عندنا، الحصه التموينيه وكيل ماكو، نروح نجيبها بتاكسي يعني تجيك بس الطحين مثلا تجيبها بتاكسي، فلوس التاكسي اكثر من سعر الطحين. اجوا هنا على المطر من عوضه، والمناطق بغداد كلها على 1.5 مليون مال المطر، العنده واسطه يدفع ربع ياخذ، والما يدفع ربع كل شيء ما ياخذ. انا من الناس كل شيء ما اخذت، لانني اداوم تكريت عسكري، اجيت لقيت الجماعه ما دافعين ربع اهلي، فكل شيء ما ماخذين. هالشكل تروح تسال المسؤول تقول له يابا انا سويت حالي حال الناس معامله، ليش انا ما استلمت؟ يقول لك معاملتك ماكو. زين قلت له زين هسه شلون معاملتي ضاعت يعني شو اسوي؟ يقول له روح امسح ايدك بالحائط. بس هي المشكله يا حائط اللي امسح ايدي بيه، اكو حائط لبخ واكو منثور واكو طابوق، يعني يا حائط اللي اروح امسح ايدي بيه ما ادري. كل شيء نقص، ماكو شيء موجود. هو يعني شنو هي من الخدمات موجوده حتى تحدث لك؟ تبليط ماكو، مي بالصيف ماكو، الله وكيلك نشتري التانك ب 5000، يعني هو ماكو فد شيء من الخدمات حتى احكي لك عليه، كل شيء ما موجود، لا مستشفى لا مستوصف لا مدرسه لا كل شيء. عندنا ساحتين يعني 3 ساحات عندنا، اكو ساحه هنا همينه ماكو لا يبنون مستوصف بيها ولا مدرسه ولا كل شيء. يعني احنا من تمطر الدنيا نحتار شلون نروح للدوام لوظائفنا، والوظيفه قبل يغيبك، اذا الدائره مالتك قبل تغيبك ماكو معذور طيني وما ادري شنو، يعني نوبات ما تقدر تفوت، هاي كلها تصير بحيره بالمطار ما تقدر تفوت نهائيا. ما وصل لحد الان اي مسؤول، ما وصل ولا احد جانا. والله وضعها هي العالم الفقره هي اللي جت هنا منظيمها، يعني احنا اكثر اهل المدينه كل بيت صارت بيه 4 عوائل و5 و6، فانطرت العالم هي تجي هنا، يعني اللي عنده امكانيه يبني واللي ما عنده ياجر، يعني مع ما هي حواسم ومع ما بيها خدمات واكو ناس ماجره 200 و250، يعني العالم منطرة 35 سنة ما صار بناء بالعراق، ما صار أي بناء. وقت الانتخابات كل من يجيك يوعدك هيك نسوي وهيك نسوي، بس تخلص الانتخابات بعد ما له شغلة ولا يوصلك ولا كل شيء. والله مطلوبنا هي الخدمات والمدارس والمستشفيات، ويسوون لنا وكلاء هنا حتى تستلم حصتك من قريب، لأن الحصة هي ما تجي كاملة، يجيك بس الشكرة وبس التمنة وبس الطحين، والكلفه مالتي تجيبه مالته اكثر من سعره هو، يعني لو تشتري من السوق احسن. والعالم هنا كلها متضرره، لا وظائف ولا كل شيء. اغلبيه العوائل هي متعففه اغلبيه، لان لاكو وظائف لاكو شغل، يعني اكو ناس عايشه على القواطي مال البيبسي، تلقط قواطي مال البيبسي بلكي يطلع له يوميه 2000 يجيب بهن كيلو طماطم وكيلو بصل لهله، اكثر من هذا ماكو. يعني هنا تلقى 90% عاطلين عن العمل، وتلقى جوز 5% او 6، يعني حتى رعايا اكو ناس ما جاي تستلم 3 اشهر، هو كل شيء ما يستلم كلها بالواسطات، يعني لازم تدفع يلا تستلم رعايا.
لها خدمات، لا لها مي، يعني الكهرباء احنا نشارك كل بيت 200 الف وسوينا الكهرباء، المي كذلك، المجاري كذلك، يعني خدمات نهائيا ما، 700 طفل عندنا، اكثر من 700 طفل، هاي مدرسه كرفانات وبالشمس، 1700 طالب ما ادري ايش قد عندنا، 1400 لا خدمات، لا مسؤول جانه، لا سياسي، لا بس وقت الانتخابات راح المنطقه بواحد راح يصير لك ما ادري شنو، كل ساعه واحد جاي، يا بلي انتخبوني ابلطيكم، انتخبوني اسوي لكم احنا ما نريد لا كهرباء، عندنا كهرباء احنا سويناها بفلوسنا لا خلف الله على احد، المي كذلك، خلي يشوفونا شرموا، لا حد يجي ما نستقبل اي واحد، احنا نريد الشريف اللي يشتغل بدون تصوير، يجي يخدم هاي الناس، يخدم هاي المنطقه اللي قدمت شهداء من اجل العراق، اللي قدمت شهداء من اجل البلد والمقدسات، وتشوفونا شركم والله يحفظكم انتم القناه جزاكم الله خير. أنا أحكي على معاناة المنطقة كلها، يعني ما أحكي عن نفسي بس، عندنا طلاب ما شاء الله يروحون كله مشي بالمطر وماكو مدرسة نهائيا هنا، كرفانات وتعبانة، كل علم ماكو، يعني عندنا طلبة هاي كومة يعني كلها، بالنسبة للمنطقة لا تبليط لا مجاري، كلها احنا نسوي على حسابنا، ما إجا مسؤول وسأل علينا، كهرباء نسوي على حسابنا، المجاري على حسابنا، أنا ناشد رئيس الوزراء المحترم يباوع عنا بعين العاطفة ويشوف هذه المنطقة التعبانة وكل الناس تعبانين وشبابنا كلها عاطلين عن عمل حتى عمل ماكو وسببت هواي أشياء سرقة وقتل وكلها من العاطلين عن العمل يعني هاي شبابنا كلها قاعدة لا شغل ولا عمل وعندنا ولدنا بالحشد وعندنا شهداء المنطقة كلها شهداء بس شنو نبسويته الحكومة إنه يعني وقت الانتخابات يجونا يعطونا مساعدات في سبيل ينتخبون الفقير احنا كل شيء ما نريد، نريد من رئاس الوزراء يباوع المنطقة نهاية التعبانة وعندنا شهداء هواية. منطقة استكشافات اسمها، منطقة يعني كبيرة جدا، يعني تابعة لمدينة الصدر، مجاري قاعد نسويها احنا، كهرباء قاعد نسويها احنا، الانبير ب 8000 وبيت ما جاي ياكل، اكو ناس ما جاي تاكل، وهواي بيها ناس فقراء. يعني انا اطلب من رئيس الوزراء مرة ثانية يباوع منطقتنا ويباوع هاي الناس الفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اهالي منطقة الاستكشافات حي الزهراء منطقة المية محلة 744 نعاني قلة الخدمات في المنطقة يعني كهرباء إذا طقت يعني إلا على حسابنا يلا نصلحها وزارة الكهرباء ما لها أي جهد المي بالصيف ماكو بالشتاء يعني حال الضيم يا حالنا يعني معاناة بالشتاء معاناة جدا كبيرة المنطقة تحتاج خدمات تبليط إضافة إلى رفع النفايات احنا طالب امانة بغداد ذكرى علوش تجي تشوف حالنا يعني متين ما ادري شو يسوون احنا غير احنا طينا شهداء بالحشد الشعبي المنطقة قطت ما قطت منطقة يعني 1700 بيت مدرسة ماكو بس مدرسة واحدة كرفانات 1400 طالب يدامون المدرسة كرفانات ارضيتها طين يعني بالشتاء الطلاب ما داوم يعني راضي المسافين الله يعبروا المدرسة مستوصف ما بيها المنطقة كلها مستوصف ما بيها هسه عندنا مكانات موجودة بس خلي يجون وزارة الصحة اكو مكانات نصب بها مستوصف ولو هذا المستوصف المتنقل حالات مرضية موجودة بس هو يالي يسمع احنا طالب وزيرة الصحة عديل حمود تنظر بحالنا يعني ما يصير هيك يعني احنا حالة الولادة هنا معاناة يعني يلا نوصل المستشفى الولادة هاي منا سيطرة الزحام ساعة يلا توصل بالاضافة طالب وزير الداخلية يعني يسوي لنا حل لهذا الشارع، يعني هاي السيطرة هن سيطرتين، واحدة دخول وواحدة خروج، يعني اما يسوون اثنيناتهم دخول وخروج حتى تخف العملية مال السير، لأن هذا الشارع يوم الجمعة العصر هنا يوصل ساعة الحمزة الازدحام، يعني نطالب بس هاي من الوزير ونترجاله جاء أخوي. والله أخي يعني عسكري يداوم صلاح الدين، يعني فوق من صلاح الدين على بيجي على طريق الجزيرة حديثة بيجي، أجي مجاز منك وأجي على هاي السيطرة. ما يخلونا عبر روح منك قلنا اني جاي من طريق بعيد وهاي جاستي وهويتي يعني اني جاي منتسب من خط الصد
واحنا ما يخلينا افوت عبر البيت يروح افطر من هناك، وهن سايدين رايح جاي. زين والله اتوسل بيهم وما يقبلون الا يخلونا افطر من هناك، واني بالجبهه على خط الصد وهو هنا قاعد. هاي اول شيء. اما بالنسبه للكهرباء يا اخي، انت شايف منطقه يشترون المحوله على حسابهم ب 4 ملايين؟ هاي المحولات ب 4 ملايين اشتريناها، واسال زين انت شايف تيل مال الكهرباء يشتري المواطن على حسابه؟ الواير مال الكهرباء يشتري الفتيله المواطن على حسابه؟ احنا هاي المناطق بما تسمى، هذه المناطق بما تسمى التجاوز. زين احنا ما تجاوزنا على حق انسان ولا حق واحد، انما هذه اراضي تابعه صحيح للدوله، واحنا يعني نقول تابعه للدوله صحيح، بس احنا من ماكو. زين احنا سكان مدينه الصدر، يعني سكان قاعد كل بيت به 5 عوائل و6 عوائل. زين احنا يعني اذا واحد عده، احنا الحمد لله والشكر الله معيشنا بخير ونعيم وخير من الله، بس احنا ما نقدر نشتري بيوت، البيوت ما نقدر نشتري، فاجينا اضطرينا بنينا بهذه المناطق. احنا لو اكو الدوله موزعه للموظفين للمواطنين بصوره اصوليه كان كفت العراق كله، هاي العالم كان كفت العالم. زين بس اجت العالم هم جزاه الله خير، المسؤول قام يوزعون هاي الاراضي للعالم لهاي الناس، العالم قام يسوي سلفه او قام يسوي سلفه منا، قام يشتري له ارض يبنيها بلوكات. فاحنا قاعد نعاني يا اخوان يا مسؤولين، جزاكم الله خير، انتم اهلنا وانتم اخوتنا. زين يعني احنا عانينا من ما عانينا من زمن صدام، وشنتوا تسوون؟ ماكو ولي الا علي الريد قائد جعفري. هسه اجيتوا انتم القائد الجعفريين، واحنا ولدكم واهلكم. زين احنا اهل الجنوب، زين عايشين يعني عيشه تعيسه، وهسه عيشه تعيسه بسبب اهلنا وجماعتنا المسؤولين. خلي يلتفتون علينا، يلتفتون على هاي الناس اللي ضحت. اسجد المناطق العشوائيه بما تسمى التجاوز هي عندهم شهداء. احنا اهالي الاستكشافات النفطيه 100 نعاني من قله الخدمات، كل الخدمات ما جاي تتوفر للمنطقه. ابسط الاشياء النفايات متارسه الشوارع، يعني كل شارع تلقى بيه نفايات واطفال امراض، لاكو مستوصف، لاكو مدارس، لاكو شوارع اطفال تمشي بيها، لاكو كهرباء، مي بالصيف احنا دناكر نجيب، قاعد نجيب من المناطق على مود للعوائل، مي نظيف ماكو، الكهرباء منطق، يعني نبقى هسه هاي عندنا محوله صار لها تقريبا بالسنه ما حد يجي يسويها. ليش؟ الا تدفع فلوس يلا يجون يسوون لك اياها. وهاي العالم هسه كلها بدون كهرباء، هسه اذا تريد تدق البيبان على العالم شوف تلقى عندها كهرباء لو ماك. كلها محولات ديزل الشغل، وعلى الديزلات قاعد تسحب كهرباء. عندنا المدرسه كرفانات، هاي المدرسه يعني بيها 1400 طالب. ال 1400 طالب معاناه، يعني طالب قاعد بالشمس. كرفان ماكو لا شباك لا باب لا بنك لا كهرباء. الارضيه مالتها كلها طين. يعني انا اقول لك بس ممر صغير مسوي لنا صبه له، الاهالي تبرعوا وسووا لها صبه. باب قد متر، يعني من يطلعون الصف الاوائل يعني يختنقون. والخوامس والسوادس كبار يتاذون كلش، يعني حتى باب ما كل مدرسه. شمس تروح هسه اذا تريد بالكاميرا مالتك تروح تلقاهم قاعدين بالشمس الدرس مالهم. حتى نوبات يختنقون الطلاب يطلعهم المدير. مستوصف ماك، اذا صارت عندنا حاله لازم وين نروح؟ نروح للشوادر او للداخل على مود نودي المريض. مستوصف ماك، اي مجمع صحي ما عندنا. معاناه كلش يعني نحس بها، متاذين هاي الناس. وهنا عدد السكان تقريبا 2000. احنا بالاستكشافات النفطيه 100 خلف الحبيبيه، تابع لمدينة الصدر، محله 744. لا بلديه تمر علينا، لا الامانه لا الصحه، كل الامور ما يعني مغنيين عنها، يعني تقول مو بشر. يعني احنا تقريبا 2000 بيت هنا منكوبين، كلش منكوبين.
الفساد الإداري والمالي واصل للقمة، شو أحكي لك عليه؟ يا خاف أحكي عن المعممين هم الله يحاسبني والله العظيم، هي شو كلها تبوك؟ كلها تنهب، هو هسه يجي كاتل نفسه تعال نايب ولا يخدم اشتراك، كلها قشمريات، لا يخدم شعب ولا يخدم بلد، الله شاهد. زين؟ ماكو خدمة للشعب ماكو، وأنا أحكي لك على مدينة الصدر. مدينة الصدر ظالميها من اجوا لحد هاي اللحظة. لا عمره، لا تبليط، لا نظافة، لا أسواق بها خير. هيك كله بوش بالبوش، وأبوك الله يرحمه. الحلول؟ الحلول بيد الشعب. الشعب إذا انتفض ذولا كلهم يشردون ما يبقى ولا واحد من عندهم، الله وكيل، صغار وكبار. والله الحكومة لا طحين، لا شكر، لا تمن. قلنا راح صدام هسه جانا 1000 صدام. يعني قبل الحصة ما شهرين شهرين، هسه كل شيء ماكو. كلها مشترى من السوق، لو يشيلونها احسن، يلغونها هم احسن حتى نعرف بعد نشوف اكو يعني نشوف نفسنا مثل نقدر نشتري زيت، هسه كل شيء ماكو، لا حصه ولا هاي، بالنسبه للبطاله هذا الارهاب ولا كل ناس قاعده لا شغل ولا عمل، تعطي كم فلس يروح يفجر روحه، بينما لو حكومه مضبوطه الشغل هاي الناس القاعده المعامل يعني كلها قاعده لا شغل ولا عمل، فحق هاي العالم تفجر وتبوق وتنهب وتسليب، هذا صحيح هذا، انا اقول لك يا مو للناس ما عنده مين يجيب، يعني الناس 1000 دينار يجوز انا اقدر اكل غير ما يقدر ياكل ويشرب. فاحنا نشوف الحكومه انا بالنسبه لي انا قررت قرار ما انتخب. واذا ما تنتخب هم صوتك راح يروح انتخبنا ملينا الى متى؟ صارنا من 2003 ولحد هذا يومك. لا استفادينا منهم شيء، لا استفادينا منهم كل شيء ما استفادينا، كل شيء ما استفادينا من الحكومة. شلون ما سوت فسادية، وين تروح؟ هسه ما تمشي شغلتك هذا مو بفلوس، هسه وين تودين أي دائرة أسوي لك؟ يا وين تريد؟ هسه شو تريد أعبر لك؟ شو تريد هسه أجيب لك يا بفلوس؟ ماكو شغلة مالت الله؟ لا والله أنا أقول لك إياها أي شغلة. بطالة رادوا من 750 يلا يسوي لي. أي شغلة هسه؟ شغلتنا. 750 يلا يسوي عطالة بطالة. هسه شغلتنا إذا مو بفلوس ما تصير. أي شغلة روح. وين يعجبك لاي دائره لاي ضابط اي ماكو بعد شغله نريد نقصد على الفساد الاداري هاي وحده والاحزاب كون ماكو احزاب بعد كون اذا مو حزب واحد ما صار ترى حكومه ما تلقى حزب واحد طين يا حزب القدم مريضة تشرق يعني هي حتى نايمة تشرق يعني شلون تغص تموت فأخذتها للمستشفى المستشفى الدكتور قال لي أخذي لها شاعة شاعة ما قال ما عندنا أفلام صورها بالتليفون يعني عاين بش يعرف يعني شو يشوف منها صار يعرف شو يشوف منها هو تصوير مغوش شو يشوف منها ملت العالم ملت العالم كذا كل عباس عم إحنا بيتنا بالعمارة الكمية كلها نشتري أشرار كذا كل عباس كذا كل عباس كذا حتى زيت نشتري والشكر نشتري كلنا نشتري شاي بفلوس ماكو كميه ما ننتخب السنه خيولوا كلهم فاسدين اكو شغله ثانيه هسه يجوز احنا عندنا فلوس راجع مستشفى راجع دكتور امشينها بس ما عاد يموت هذا والله العظيم يموت زيرو لا يعني قلت لك ذا كلام جهاز ما ضغط مدينه الطب يعني هي مستشفى العراق كله اللي يجي عليها جهاز ما ضغط ما بيها يعني وين ناشد عادل حمود ناشد من قال ناشد من يضربون بهالملايين وبهالمليارات وتعال انتخبوني والله حرامات واحد هذول انتخبوا اصلا حرام زيرو لا انا يكون المرجعيه تنزل بين فتوى حرام تنتخب هذول الموجودين والله قضيه مدينه الصدر خدمات ما بيها مدارسها تعبانه مو بس مدينه الصدر ترى عامه هسه انت متعاكي لا تقول مدينه الصدر قل لها عامه هسه اي منطقه روح لا هاي هسه بصير شي مدرسه يمنا ثلاث مدارس مدرسه واحده مدرسه واحده صايره هي هاي يعني وضعيه حتى الطفل من يروح ويجي ما يفتهم شطوك ما يدري لان هوسه عم تدرس بفلوس ثلاث مدارس مدرسه واحده يعني وضعيه هاي عم ملينا الله وكلك ملت العالم ملت